ليلي بلون تعكس قوة المرأة بتصاميمها، ريفلكشن لأحلامها، ريفلكشن لتطورها. ريفلكشن هو اسم السمر سبرينج كولكشن 2023 اللي أطلقتها ليلي بلون بأرب فاشن ويك. هذا الاسم اخترته ليعكس الجيرني تبعيت كل سيدة ولحتى تحب كل البارتس اللي موجودين فيها من أول ما بتبلش مسيرتها بهالحياة، البارتس الفيمينين، البارتس الباورفل، البارتس الويك، الباور السترونج، يعني كل شيء بشخصيتها. It's a reflection، يعني reflection لأحلامها، reflection لتطورها. بالفعل فبكل قطعة شفنا يونيك ستايل بيعكس شخصية المرأة القوية المحافظة على عصريتها وأنوثتها وبنفس الوقت متقبلة ذاتها إلى جانب حبها لنفسها بكل عيوبها. وهالشي ترجمته باختيارها للموديل أماني إيسيبي اللي تعتبر رمز للمرأة اللي واجهت التحديات ودخلت عرض الأزياء من أبوابه الواسعة لفئة البلس سايز موديل. ثاني مرة بشتغل معها على Arab Fashion Week، بس أبارت Arab Fashion Week دايماً باخد من عندها ودايماً بلبس من عندها. وتميزت هالمجموعة بكسر الصورة التقليدية للكاجوال أوتفيتس، فشفناها بقصات وستايلز مختلفة تنوعت بين السوتس، الدريسز، السكيرتس والأوفرول. It's all sort of classics. فيك تكوني كلاسي إليجنت معها، فيك تكوني سكسي كلاسي، فيك تكوني فانكي كلاسي، كول كلاسي. فأي لاف إت لأنه شي تيكس الكلاسيك كلهم وشي أدز إدجز ديبندينغ يعني الستايل تبع الشخص اللي معها. فأي لاف إت. وكمل التنوع المجموعة بالفابريك ميكس مثل الساتان، الفلفت، الأورغانزا، الدنم وأكيد الأورغانيك لذر. كم بيس هي بتضم هذه المجموعة؟ ورح أقول لك أنه نحن the way we style them 40 looks و definitely أنه في looks إحنا عملينه styling مع بعض، أنه إذا بتجي أنت commercially بنبيعوا كل قطعة على واحدة، بس أنه في looks مثلاً تراوزر مع قميص، في looks suits, dresses, pieces. يعني أنا عملت يعني pieces مفصلين عن بعض أكثر من 50 أو 60 piece. بس أنا بالستايلينج دائما بحب أنه أعطي فكرة للمرأة أنه this look this simple بس كيف بيطلع مع بعض إذا لبستيه. So we style them in a 40-41 looks. أما الألوان فاعتمدت البني الأسود والأبيض بشكل كبير مع colorful trendy touch. فوتي هيك pop of color مثل الفوشيا والبلو، قصدتي أنت تفوتي هول الكلر صح؟ ايه أكيد. شوفي أنا من الأشخاص I'm very classic، يعني معروف عني وبحب المونوكروم كتير، أسود وأبيض all of my life. يعني أنا أصلا بعتقد هول الألوان ما في خلاف عليهم، أنه هدول الكلرز دايما بخزانة كل سيدة لازم يكونوا موجودين. بس definitely you have to follow the trend right، انه كل سيزن لازم تشوفي انه تقدمي لمرة مش بس اذا انا هاللون بحبه او لا، مع انه الازرق is one of my favorite colors، بس فوشيا is this season حبيت كتير اقدمه. وحرص عدد من النجوم اللي بنشوفهم بإطلالات من تصاميمها إنه يحضروا الشو، ومنهم ميساء مغربي. صراحة أنا عم سوها بنشوفك هون اليوم لابسي سوت مثل الأوتفيت اللي كانوا جوا. السوت على فكرة هي من ليلي لبلان، كثير 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 حبيت السمبليسيتي والفاين فينيشنج حقها، بلس يعني الديفي للتحدي الكولرز. يعني this is a very very difficult color انك تلبسيها، اني بتخافي منها، بس with touch of black الفينيس I love it. خبرين اليوم عن مشاركتك بعرض ليلي بلون. بحب كتير ليلي بلون، يعني بحب كتير تصاميمها والسهولة بالتصاميم تبعها simplicity. I'm so excited. وحضر أيضا عدد من الانفلونسرز اللي عبروا عن إعجابهم بالمجموعة. Perfect perfect look the hat with the leather coat and the belt. هلا بدي اشتري. خبرين اليوم عن مشاركتك بعرض ليلي لبنان. أنت عادة ما عم شوفك بالفاشن شوز، بس ليه اليوم قصدتي تجي؟ أول شيء كرمال البراند، كرمال ماي فريند خليل كي كونسلتنسي، ومثل ما قلت لك يعني حابة أرجع شوي على الأجواء.